كييف بينضم إلينا من كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. يعني غيث، أطلعنا على الوضع الميداني، أوكرانيا كثفت مسيراتها على الجانب الروسي وعلى موسكو، ما هو الوضع لديك؟ بعد التحية هاجر، دعيني أبتدئها بما جاء في هجوم روسي واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية بأكثر من 69 مسيرة وبأكثر من 15 ساعة من حالة التأهب الجوي عاشها الجانب الأوكراني منذ الساعة 10 مساء يوم أمس حتى قبيل 3 ساعات. كانت هناك طائرات مسيرة تجوب سماء الأراضي الأوكرانية، تمكنت آخرها الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 16 مسيرة كانت مفقودة في الأجواء الأوكرانية، حيث أشار البيان بأن قواتهم بالفعل تمكنوا من إسقاط تلك 16 مسيرة في المناطق الغربية من الأراضي الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت البحرية الأوكرانية عن هجوما لها بصواريخ نبتون الأوكرانية صوب مدينة روستوف، مما أدى إلى استهداف لمنظومة روسية من طراز S-300. بالإضافة إلى ما قاله الجيش الأوكراني منذ لحظات بأن قواته دمرت الجسور المائية التي تم وضعها من قبل القوات الروسية لإجلاء من يتمكنون من إجلائهم من القوات الروسية، بالطبع من المناطق التي يسيطر عليها الجانب الأوكراني والمناطق التي هي الآن ما زالت تحت السيطرة الروسية في منطقة. نعم نعم زميلي، نعم وضحت وضح الوضع لديك. نعم أشكرك غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من كييف.